اهلا بحضراتكم مره تانية مشاهدينا، واخر حواراتنا لهذا الصباح النهارده تحت شعار دوره التواصل والتجديد. اختتمت امس فعاليات مهرجان الاذاعه والتلفزيون العربي في دورته ال21 في تونس امس، والحقيقه الهيئه الوطنيه للاعلام حصدت عدد من الجوائز، وكان نصيب الاسد من هذه الجوائز لتحديدا اذاعه صوت العرب المصريه. هنتكلم النهارده عن هذه الجوائز والاعمال اللي حصدت هذه الجوائز وأهمية هذا المهرجان، ويعني إزاي بيكون فرصة وملتقى لتشجيع الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني العربي بشكل عام. كل ده هنحاول نحن نطرحه معاكم النهاردة في حوارنا مع ضيوفنا اللي مشرفينا في الاستوديو، دكتور لمياء محمود رئيسة إذاعة صوت العرب ورئيسة اللجنة الدائمة للإذاعة في اتحاد إذاعات الدول العربية. دكتور لمياء صباح الخير، أهلا بحضرتك معانا. صباح النور. أهلا بحضرتك. كمان معانا الإعلامي والزميل دكتور محمد محمود الحاصل على الجائزة الذهبية للبرنامج الوثائقي أعلام العرب. دكتور محمد صباح الخير وأهلا بحضرتك. صباح الخير على كل مستمع. أهلا بحضرتك. استأذنكم نروح لفاصل في تقرير عن المهرجان والمشاركة المصرية والجوائز، ونرجع تاني نبتدي حوارنا في الاستوديو. في دورته ال21 اختتمت فعاليات المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون الذي أقيم على مدار 4 أيام في تونس تحت شعار دورة التواصل والتجديد، وهو المهرجان الذي ينظمه اتحاد إذاعات الدول العربية التابع للجامعة. المهرجان شهد على مدار أيام انعقاده تكريم مجموعة من المبدعين والإعلاميين والفنانين العرب. وخلال هذه الدورة حصدت قطاعات الهيئة الوطنية للإعلام 3 جوائز في برامج أبطال على خط المواجهة ونظام الرقمنة في وزارة الصحة المصرية والمتاهة. وأهنأ رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين الفائزين متمنيا المزيد من النجاح والتوفيق لجميع أبناء الهيئة، مشيرا إلى أن مسابقات المهرجان شهدت تنافسا قويا لجودة وتميز كافة الأعمال الإذاعية والتلفزيونية المشاركة بالمهرجان، الذي يعتبر فرصة جيدة للتواصل والتنسيق بين الإعلاميين العرب. المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يهدف بشكل رئيسي إلى الإسهام في تطوير الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني العربي ورفع مستواه على النحو الذي يلبي تطلعات الهيئات الأعضاء والمبادئ التي تعمل من أجلها، وكذلك رصد الاتجاهات المبتكرة والجادة في الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني العربية وتشجيعها في سبيل تنمية الطاقات الإبداعية العربية في هذا الميدان. أكيد جميل التكريم وشعور رائع، وإحنا فخورين كمان بإذاعة صوت العرب إن هي الحقيقة حصدت نصيب الأسد في تكريمات المهرجان. دكتور لمياء نبتدي مع حضرتك في الأول، وتكلمينا كم جايزة حصلت عليها صوت العرب في هذا المهرجان؟ يعني هو تقرير بيقول إن في 3 جوائز، هو مساء أمس أضيفت 3 جوائز أخرى، بقت الهيئة الوطنية للإعلام حصلت على 6 جوائز، منهم 4 ذهبية و2 فضية. صوت العرب حصلت على جائزتين ذهبيتين، إحداهما أعلام العرب، دي سلسلة برامج بننتجها على مدار العام وبنرشح إحدى الحلقات المشاركة لتدخل ضمن مسابقات المهرجان، ودكتور محمد محمود الحمد لله حصل على الجائزة الذهبية. الذهبية الأخرى في سلسلة بعيون عربية، وكانت هذا العام عن الرعاية الصحية في الدول العربية، وزميلنا أحمد شريف حصل على الذهبية أيضا. في جائزة الجائزة الفضية في الدراما الإذاعية، كانت من نصيب مسلسل أمر في ليلة سهر، إنتاج إذاعة الشباب والرياضة في الإذاعة المصرية. وفي جائزتين أخريين في المسابقة الخاصة بالأغنية والمقطوعة الموسيقية، ودي بإشراف الإذاعة، والحمد لله يعني أخذنا الجائزة الذهبية في الأغنية والجائزة الفضية في المقطوعة الموسيقية. الجائزة السادسة كانت من نصيب التلفزيون عن الفيلم الوثائقي المتاهة. يعني بتتفوق الإذاعة هنا في هذا المهرجان على التلفزيون. أكيد بنبارك لحضرتك طبعا كل التهنئة لإذاعة صوت العرب على العدد من الجوائز ما شاء الله المتميزة في مهرجان الإذاعة والتلفزيون. دكتور محمد مبروك طبعا على الجائزة، ودايما التفوق والتكريم، احنا عارفين دي كمان مش أول جائزة لحضرتك في المهرجان. أنا بشكرك على المقدمة.
في الحقيقة دي ثالث مرة أخذ جائزة في إعلام العرب بالتحديد. اللي دفعني لده أن بأمانة يعني أنا أعلم أن العمق المصري محترم وقوي، وأنه هذه الدولة تعطي رموز في كافة المجالات ولا زالت حتى الآن. ده اللي بيساعدنا أن احنا نكسب، أن هو دايما بيختار أن أنت تختار علم من بلدك، فبيطلع العلم بتاع بلدك ده أفضل من أي علم تاني في أي مكان في العالم العربي. يعني لما كانوا بيتكلموا عن التعليم، أنا عملت برنامج عن سميرة موسى، رائدة من رائدات التعليم في مصر وفي العالم العربي في مرحلة الجهالة، نبوية موسى. بعد كده لما طلبوا الفن الشعبي جبت لهم محمد طه، عملنا حلقة كانوا يتراقصون عليها، ومحمد طه كان بيقدم فن شعبي بأدب واحترام. في هذه المرة تحدثوا عن الأطباء ووجودهم وتضحياتهم وفدائهم، فما لقيناش أهم وأفضل من تضحيات الأطباء المصري. بالأمانة أنا سمعت عدد كبير من القصص من الممرضات وطواقم الطواقم الطبية، قدموا يعني فداء عظيم في وقت البلد كانت محتاجة حد في الصف الأول. قالوا إحنا دلوقتي لو رجعنا هنبقى زي المتولي يوم الزحف، إحنا دلوقتي خلاص حطينا في الموقف، فلا يجوز بأي حال من الأحوال إن إحنا نرجع تاني. وقدموا بطولات عظيمة ومات منهم عدد كبير جدا. كان كل يوم الصفحة الرسمية لنقابة أطباء مصر تنزل أسماء ناس بشكل متتالي من الشهداء اللي قدموا أنفسهم يعني بشرف عظيم لهذا الوطن في مرحلة كان العالم كله بيصرخ فيها، وهم كانوا بيعملوا في صمت شديد. صحيح. البرنامج إعلام العرب هو برنامج وثائقي على إذاعة صوت العرب، والحلقة اللي حضرتك فزت بالجائزة عليها كانت بتتكلم عن الأطباء في مواجهتهم طبعا في أزمة فيروس كورونا في بدايتها، وتضحياتهم في مواجهة هذا يعني الوباء اللعين. أكيد. مدة الحلقة قد إيه ورصدت قد إيه من تضحيات هؤلاء الأطباء بالفعل؟ طيب، الحلقة كانت مدتها يعني تقترب من النصف، حوالي 25 دقيقة. نقابة الأطباء مشكورة رشحت لنا عدد من الحالات اللي احنا قدرنا ناخد منهم توكات أو مسامع، ووزارة الصحة كمان ساعدتنا بشكل من خلال زميلنا محمد حلمي، زميلتنا سعدية حسين المخرجة، مخرجة البرنامج اللي قدمت جهاز متميز جدا فيه، كان لها علاقة ببرنامج صحي وطبي، جابت لنا ناس، واحنا عملنا مداخلات تليفونية مع الممرضات اللي كانوا موجودين بالأسبوعين والثلاثة داخل لجان العزل. وأنا شخصيا سمعت منهم قصص، يا الجملة اللي أنا قلتها لك دلوقتي أنا سمعتها من حد منهم، واحدة منهم بتقول إنه إحنا خلاص يعني اتحطينا في الموقف ولا يمكن نعود، دلوقتي الأمر صار جهاد وكفاح في سبيل ان احنا نقضي على هذا الفيروس اما احنا او هو. وعلى فكرة ده كان دافع عند اطباء كتير جدا، المقابل اللي بياخدوه لم يكن يساوي شيء مما يقدمونه، زي اي جندي موجود بيقدم نفسه ببسالة في اي مجال من المجالات اللي اي حد ممكن يضحي بنفسه عشان خاطر وطنه اللي اداه واعطاه. مصر مليئة بالناس العظيمة دي، عمق الشارع المصري لا يزال فيه خير كتير جدا. يعني احنا ممكن نسيبنا من الناس اللي بتتكلم فوق، لكن نقدر نقول انه الشارع المصري عميق جدا ومحترم جدا ومتعلم جدا في ناس كتير جدا وفدائي ووطني جدا. صحيح. حضرتك تقصد نبعد عن المواقع التواصل الاجتماعي وما يشاع عليها، لكن الواقع على في الشارع المصري بالزبط. مختلف تماما في كل الانسانيه والرحمه والتضحيات زي ما رصدتوها في الفيلم. طيب دكتور لمياء، يعني كلمنا عن اختيار الاعمال المشاركه، واحنا يعني زي ما كنا بنقول الحقيقه انه مش اول مره صوت العرب بتتفوق في هذا المهرجان وبتحصل على جوائز يعني اكثر من جائزه. ازاي بتتميز صوت العرب دايما في المهرجان وبتحصل على جوائز؟ هو الحقيقه احنا عندنا فريق عمل داخلي داخل صوت العرب، لما بيجي لنا التكليف بعمل مشاركات في المهرجان، يعني مثلا اعلام العرب وبعيون عربيه اللي اخذوا الجائزتين الذهبيتين، دي سلسله بننتجها طول العام، بنعمل اربع حلقات، الاربع حلقات بنبعتهم ليتم تبادلهم مع كل الاذاعات العربيه، وفي نهاية الموسم بنختار حلقة متميزة للمشاركة في المهرجان. فإحنا الحقيقة بندقق بشدة، لأن دي صورة الإذاعة المصرية وصوت العرب بالتحديد، يعني لازم يكون المشاركة مشاركة مشرفة وفي صلب الموضوع اللي بيتم تحديده. بنعمل البرامج أربع حلقات طوال العام، وبنختار ما بينهم، بنكون لجنة نختار واحدة من هذه الحلقات الأربعة على
علشان تكون هي اللي بتمثلنا في المهرجان. بنعيد يمكن مونتاج بعض الحلقات للإجادة أكثر حتى تتناسب مع المشاركة في مهرجان وتباري بين 22 هيئة إذاعية عربية. أيضا في مسابقات خاصة بالمهرجان دي بتجيلنا يعني قبل موعد انطلاق المهرجان بحوالي 4 شهور، بيتم تكليف الزملاء بعمل خصيصا بتكون يعني ذات نوعية ممكن ما تكونش موجودة أصلا على هواء الإذاعة. هل ده حصل في الدورة 21؟ يعني دايما بيحصل، لأنه بيطلبوا مثلا برنامج للآباء لتربية الأبناء، حاجة لرعاية المسنين وكبار السن، حاجة لنماذج ناجحة من الشباب، فبيتم إنتاج هذه البرامج خصيصا. كمان مدتها بتبقى 10 دقائق للتيسير على لجان التحكيم إن هي تستمع بدقة إلى كل البرامج المشاركة ويكون الحكم بتاعها دقيق. فالحقيقة إحنا يعني بنكلف الزملاء القادرين على المنافسة بشكل مشرف، ومراجعة هذه التسجيلات مرة واثنين وثلاثة وأربعة، ونعيد ونعمل مونتاج ونغير ونبدل لحد ما نصل إلى الشكل اللي إحنا نرضى عنه يكون مشارك في مهرجان وقابل للمنافسة، والحمد لله بنحصل الجواز. صحيح، أكيد بيكون المشاركة مشرفة زي ما أكيد. إحنا متابعين. دكتور محمد، كلمنا عن السنة دي، يعني حضرتك أخذت أكتر من جايزة قبل كده، مش دي أول مرة بتحصل على الجايزة في مهرجان الإذاعة والتلفزيون العربي. يعني اللي بيختلف هذه عن المشاركات السابقة؟ طبعا هذه المرة جاءت بعد انقطاع، ربما جائحة كورونا أوقفت بعض الأنشطة والفعاليات، فيعني احنا عرفنا من وقت مبكر. في الحقيقة الإذاعة دقيقة جدا، يعني انت عارفة ان انا اشتغلت في اكتر من آلية او وسيلة إعلامية، لكن الإذاعة مختلفة تماما. المدرسة مدرسة صوت العرب مختلفة تماما، المتابعة والمراجعة محترمة جدا، بنحاول ان احنا نحط الحاجة نموذج، وأساتذتنا بيحاولوا، الدكتورة لميا تسمع الشغل مرة واثنين وثلاثة معانا يد بيد في إعداد المادة والاستماع إليها مرة واثنين وثلاثة. يعني احنا في الحقيقة يعني فيما يخص المرة دي، فيما يخص الأبطال والأطباء اللي عملوا ده، احنا تعبنا جدا في إعداده، كان كل لقطة بتاخد وقت كتير جدا عشان نوصل لحد، لأنه صراحة اشتغلنا وهم شغالين، يعني الموضوع كان ما كانش سهل بأي طريقة يعني. فاللي كان بيفضى منهم او نقابه الاطباء كانت احيانا في اوقات الاستراحات بتحاول انها تبعت لنا اسماء حد بنتواصل معاه وناخد منه المسمع اللي احنا نستغله. بعد كده التوليفه والسيناريو نفسه، دي اذاعه البرامج، اداره البرامج الخاصه في صوت العرب عندها توليفه للوثائقيات ربما تكون مختلفه عن اي مكان. احنا بنعملها الخلطه، اول ما تسمع الحلقه تعرف ان دي صوت العرب وان دي اداره البرامج الخاصه في صوت العرب، مختلفين تماما في طريقه الطرح بحيث انه المساله تكون جاذبة. احنا عرضنا الامر من خلال الطب النفسي، ازاي الاطباء النفسيين كانوا شايفين الدور بيقوم بيه الفرق الطبية المصرية في الوقت الصعب بشكل العظيم ده اللي مختلف عن اي مكان في العالم. احنا دايما لينا مدرستنا المختلفة في التعامل مع الازمات، المصريين مضحيين في وقت الازمات، المصريين بيظهر طبهم لما يبقى فيه مشكلة، لما اسم مصر يطرح في الميزان قصاد اي حد او في مأزق او اي في مشكلة واسأل التاريخ عن ده. فاحنا قابلنا الناس دي وتقربنا منهم، اللي ما عرفناش نوصل لهم اتصلنا عليهم هم في وقت شغلهم، اللي هم البنات اللي موجودين، الممرضات العظيمات اللي كانوا موجودين في وقت كانوا بيصوروهم في السوشيال ميديا بشكل ربما مختلف او لا نحبه بشكل من الاشكال، لا احنا عرفنا نوصل لهم ونشوف دموعهم وهم بيعيطوا انهم المهمه كانت تقيله جدا، خاصه ان برضه في عينه من الشعب مش متعلمه قوي زي ان هم كانوا بيتعلموا، او مشكله ان المرض بيصيب الجاهل اكثر مما يصيب المتعلم الى حد ما اذا صحت النتائج العلميه. فكان دورهم عظيم جدا جدا. احنا عملنا التوليفه في سيناريو، يعني ازعم انه كان سيناريو جيد، ووظفنا الطاقات اللي موجوده توظيف جيد، والحمد لله رب العالمين، ربنا يعني كلل هذا الامر بالنجاح، والشكر يرجع لكل المنظومه اللي ساعدت معانا، سواء من الإدارة دكتورة لمياء أو وزارة الصحة بدورها ونقابة الأطباء، وطبعا زميلة المخرجة سعدية حسين طلعت شكل محترم جدا من خلال البرنامج ككل. أكيد يعني كل
تحية لكل اللي شارك في هذا العمل اللي حصد ذهبية في المهرجان. دكتور لمياء، يعني واضح طبعا أنه إذاعة صوت العرب محافظة على تميزها ووجودها مش بس في الشارع المصري ولكن أيضا في الشارع العربي بشكل عام. إزاي حضرتك بتحافظي على هذا التميز المستمر لإذاعة صوت العرب من يعني سنوات طويلة وحتى الآن؟ يعني الحقيقة إذاعة صوت العرب على مدار تاريخها من 53 وحتى اليوم لها مكانة متميزة فيما تقدم من برامج. ده إحنا بنتوارثه جيل بعد جيل، والحقيقة الحمد لله حتى الآن نحن يعني نحرص بشدة على الاستمرار، وإن يكون فرق العمل الموجودة داخل صوت العرب بتعمل بنفس الرؤية وبنفس الكثافة وبنفس القيمة اللي بتضيف لكل عمل إحنا بنشتغل فيه. فأصبحت إذاعة صوت العرب اسم مميز وعلامة جودة ليس في مصر وحدها ولكن في الدول العربية كلها. يعني أنا الحمد لله انتخبت هذا العام رئيسة للجنة الدائمة للإذاعة في اتحاد الإذاعات العربية للمرة الثانية على التوالي، وده كان من ثقة كل رؤساء الإذاعات العربية المشاركين، ولا تتخيلي الأصداء اللي تمت بوجود صوت العرب وبفوز صوت العرب. يعني امبارح أنا كنت في القاهرة ما كنتش في تونس، لكن جات لي يعني رسائل كتير جدا للتهنئة، وإن ده مش غريب على صوت العرب، وإن صوت العرب دائما يعني اسمها يكفي لتحقيق تميز وكفاءة. يمكن زي ما احنا شرحنا إن احنا عندنا نوع من الاجتهاد في الاختيارات، نوع من التدقيق أثناء العمل في كل مراحل العمل، كل ده بيؤهلنا إن احنا نصل إلى هذه المكانة، وإن شاء الله دايما معانا يعني جوائز ومعانا تكريمات. البرنامج الآخر اللي أخذ الجائزة الذهبية هو بعيون عربية، كان على المنظومة الصحية في مصر والرقمنة وقواعد البيانات الخاصة بكل المصريين والأمراض المنتشرة وبأعدادها. كل هذه المنظومة بتيسر إن شاء الله في المستقبل كيفية القضاء على كثير من الأمراض زي ما تم بالنسبة لعدد من الأمراض اللي كانت موجودة في السابق وانتهت الآن. يعني واضح طبعا أنه الموضوعات كلها كانت مواكبة للأزمة الحالية. صحيح. اللي بتسيطر على العالم كله وهي أزمة جائحة كورونا، فمن هنا يعني كان المصداقية في هذه الأعمال المشاركة ومن ثم حصولها على الجوائز الذهبية. دكتور لمياء محمود، رئيسة إذاعة صوت العرب ورئيسة اللجنة الدائمة للإذاعة في اتحاد الإذاعات الخاصة بالدول العربية، بشكر حضرتك شكرا جزيلا، شرفتينا دكتور لمياء. دكتور محمد، يعني اكيد تهنئه مره اخرى، وبنتمنى لحضرتك طبعا دوام التفوق والتكريم في المهرجانات والدورات القادمه، ويعني كل التوفيق ان شاء الله فيما هو قادم. الاعلامي طبعا الزميل دكتور محمد محمود الحاصل على الجائزه الذهبيه لبرنامج اعمال اعلام العرب، شرفتنا دكتور. شكرا لك، مبروك. شكرا على ربنا سعيد. شكرا دكتور. شكرا. مشاهدينا بكده انتهت حلقتنا النهاردة من هذا الصباح، نشكركم أيضا على المتابعة، وغدا بيتجدد اللقاء، حلقة جديدة وموضوعات وفريق عمل جديد. إلى اللقاء.